فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وهذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه في بيان هذا الأثر، وهو نظير الذي قبله. قال: عاد حامده في الذي قبله حامده من الناس ذاما له. ففي هذا الأثر يبين أبو الدرداء رضي الله عنه ما يترتب على الذنب من أن وقوع العبد فيه يوجب بغض قلوب المؤمنين له ويترتب عليه ذلك. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وهذا المعنى الذي ذكره أبو الدرداء هنا يشهد له ما جاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل في السماء إني أحب فلانا، ثم بعد ذلك قال: إن الله إذا أبغض عبده نادى جبريل، ثم تلقى له البغضاء في الأرض. فالمعنى الذي جاء هنا يشهد له ما جاء في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.